الرياضات، الموسيقى، الأخبار. معك التصوير. مرحبا بكم من جديد مستمعينا، ما يوصلكم صوتنا على 44465 انتم تسمعوا في برنامج نفرق رومانا، ومعكم ريم جليدي في تعويض الزميلي محمود دغبجي. ان شاء الله يرجع لكم غدوه. خليني نجدد التحيه بالكيب اللي ترافقني لليوم، زميلتنا ألفة البكوش، وايضا علاء في الجانب التقني، وزميلتنا نوره اللي كانت في استقبال وتنسيق كل المكالمات الهاتفيه، وايضا صديقتنا مروه. اذا نرجع بالموضوع الثاني اللي كنت وعدتكم به، هما زوز مسيرات اللي صاروا اليوم في جابس، واحدة من تنظيم مجموعة من الشباب اللي انتفعوا بآلية الخدمة المدنية التطوعية، واللي اليوم يلقوا وضعيتهم ما فيها حتى أمل، خاصة أنه تم إمضاء اتفاقية مع وزارة الإشراف في إطار تسوية وضعيتهم، ولكن فوجئوا بالمماطلة وعدم وجود أي تجاوب مع السلطات سواء كانت على مستوى جهوي أو محلي في الموضوع. أيضا في حدود الرابعة الربع باش يكون حاضر معنا جمعية كرامة للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بجابس، من أجل الحديث حول وقفة احتجاجية ومسيرة هما أيضا قاموا بها، وكانت استقرت أمام مقر الولاية حتى يتلاقوا مع السيد الولي، ولكن فوجئوا بالرفض وتم اقتراح عليهم موعد متأخر، تم رفضه. هذه أهم النقاط اللي إن شاء الله باش نخوضوا فيها خلال هذا الجزء الثاني من حصة نفرق الرومان. نذكر بالتوقيت 3:11 وباش يكونوا حاضرين معانا مجموعة من الضيوف في استوديو، وأيضا عبر الهاتف خليني نرحب بحليمة المنصوري. مرحبا بك. عسلامة. شنو أحوالك؟ لبس الحمد لله. الحمد لله. إذن حليمة أنت من تنسيقية مارث، وباش نكونوا في حديث معاك على مجموعة من النقاط لعل أبرزها هي الوضعية اللي وصلتوا لها اليوم بعد مجموعة من التحركات الاحتجاجية وإمضاء اتفاقية مع وزارة التشغيل وبالشراكة مع اتحاد العام التونسي للشغل، ولكن هذه الاتفاقية لم ترى طريق التطبيق. أيضا باش يكونوا حاضرين معنا وعبر الهاتف مجموعة من الضيوف، إن شاء الله من بيناتهم جميلة الناصفي، هي أيضا في إطار الحديث عن آلية الخدمة المدنية التطوعية، وبش يكون حاضر معنا عبر الهاتف سي ناصر غماقي رئيس جمعية كرامة للدفاع عن أصحاب الشهائد العليا بجابس. ننطلق مباشرة في الحديث معك حليمة، ونحب نرجع ربما بالذكرى لأنه برشا ناس خاصة كي تحطوا على المواطن العادي ما يفرقوش ما بين الآلية وما يعرفوش الآليات. خلينا نبدأ بالماضي، كيفاش جت الحكاية هذه، وكيفاش مثلا أنت تم انتدابك في إطار الآلية هذه، ونذكر هذا كل في إطار التشغيل الهش اللي كانت الدولة التونسية تمارس فيه قبل الثورة التونسية. أختي من البداية رحب بيك ورحب بكافة الفريق العامل معاك. مرحبا بك. عايشك وشكرا على الاستضافة واللي منحتوني الفرصة هذه باش نعبر على التماطل بصراحة، يعني تعبنا بصراحة، ما نجمش نفسر لك شنية الوضعيات. تو نجيو بعد للوضعيات، وتو نجيو أكيد تعبتوا ككل شباب تونس اللي قاعد يرى في السبل مغلقة، وانتوا ربما أكثر من غيركم لأنكم جربتوا العمل واشتغلتوا في إطار مجموعة من الآليات، وتم الحديث وبعث أمل فيكم على أساس التسوية، ولكن تمت مماطلة، وتم أيضا ربما حجب مجموعة من الاتفاقات. هذا الكل باش نجوه إن شاء الله، ولكن شاء الله. خلينا نرجع بالذاكرة وخلينا نفهموا كيفاش تم انتدابكم، على أي أساس تم انتدابكم. هل تم وعدكم قبل الثورة مثلا أنه بعد ما تكملوا هالعامين هذوما باش يتم انتدابكم؟ خلينا نفهموا الوضعية قبل. منذ البداية تخرجنا بقينا نعملوا جوست في ديزانسكريبسيون في بيرو الشغل، وذاك هوم فمش معناها عملنا في منحة أمل، فمش كنا خذاه وفمش كنا مخذاش. بعد هبطوا لي كونترا هذوما، هي كونترا عقد تأهيل مهني ما بين وزارة التشغيل والمؤسسة وإلا جمعية معنا خاصة. صححنا العقود لمدة عام، نخدم معنا في مؤسسة عمومية، اشتر وقت 3 سوايع كل يوم، مدرسة، دور شباب، دور ثقافة، جمعيات،
بعد ذلك كملنا العام، قبل ما يوفى العام جددنا، جددنا اوتوماتيك معناها هبطت الاتفاقيه في 7 جان في 2014 وجددنا ثاني العقود، كملنا في اوت اغلب معناها العقود كلها كملت في اوت 2014. الاتفاقيه هذه تقول تسويه وضعيه الاليه 16 والاليه 20 قبل شبيكه بينا يا حليمه. خلينا اي احنا نحبوا نفهموا على الريكروتمون كيفاش صار قبل، ومن بعد توا نجيو للوضعيه الحاليه وبعد تربص مهني هو معناها كيما السي في بي، اما جوست هذايا ما بين مش ما بين مؤجر واجير، ما بين مؤسسات عموميه معناها زوز. طيب واحنا جوست طلبه معناها متخرجين، متخرجين صح، متربصين في مؤسسات، نخدموا اداريين الكل معناها كل واحد وكيفاش البوست نتاع، ما اداريين الكلنا نخدموا في خدمه معناها تريتمون دو تيكست حاجاتك اللي دار الارشيف نتاع الادارات كل شيء كل واحد كيفاش خدم. وبعد تالي كيف كملنا لي كونترا طلبنا باش نجددوا قالوا لا ما يعني بعد الكونترا الثاني اللي دام لي سنه. طيب وقبل ما يفعل الكونترا هبطت الاتفاقية بتاعنا معنا حاصل، كملنا العامين، بعد ما كملنا العامين بقينا كالعادة ما نرجعنا للبطالة كالعادة، بعد ما خدمنا عامين رجعنا للبطالة كالعادة، وذاك هو إلى حد الآن ما فهمش جديد. لا جددونا لي كونترا ولا فهم حد شيء، وإحنا نسعى إن شاء الله ربي سهل إن نجددوا دي كونترا جديد إن شاء الله. هذا أكيد ما نتمنوه. إذن بعد ما تم يعني إلغاء العمل بالوضعية هذه وما تمش تجديد لكونترا هذوما متاع الخدمة المدنية التطوعية، يعني المآل متاعكم أكيد كان البطالة اللي شخص يعني بالنسبة لك أنت قديش استمر؟ بالنسبة لي 3 سنين. 3 سنين وبعدها رجعنا 5 سنين معناها تقريبا 5 سنين. دونك أكيد أنه صارت جملة من الاحتجاجات والتحركات، لو كان نرجعوا لها أكيد لأنه مهم جدا نعرف الباركور اللي قمتوا به حتى لين وصلتوا تتحدثوا على تنسيقيات محلية وتنسيقية جهوية تتحدث باسمكم، وأيضا عملتوا حتى ريزو على مستوى وطني. هذا كل مهم في أحديثنا حتى نفهموا أفاق ربما هذه هي التحركات. من قبل ما يوفى الكونترا الثاني معنا جست خاطر احنا عملنا عام وجست كان باش يوفى وقتها تكونت التنسيقيه نتاعنا تنسيقيات محليه في مارث وفي قابس وفي الولايات الكل معناها تنسيقيات باش نحبوا نجددوا الثاني كونترا، والحمد لله معناها وافقونا وجددنا لي كونترا اللي هو هبط بتطفيل الاتفاقيه هذه مذكر عدد 77 88 وجددنا لي كونترا. بعدها بقينا نتحركوا بشوي بشوي نحبوا نجددوا معنا كونترا ثالث على اساس باش نمشوا نفس التمشي نتاع الاليه 16 والاليات الاخرى في كتشغيل هش كلنا، لكن ما لحد الان ما نجحناش معناها نفس المماطله وكل وين نمشوا ما نلقوش. شنو هي الاسباب تو كي تتحدثوا مع المسؤولين علاش ربما ما عندهمش جواب؟ على خاطر وقت اللي باش نمشوا هم اول ما بدت الحكومه كي بدت في الخدمه المدنيه التطوعيه هذه حبوا معناها انا عاطل عن العمل نفس الوقت يقدم خدمه بمبلغ بسيط معناها مقابل اجر زاهي يعطيك الصحه. كما برامج قبل منحه امل، منحه امل كانت تاخذها وانت في الدار معناها ما عندك حتى بشر حتى شيء. هذه بالنسبه للخدمه المدنيه التطوعيه حطاها كحل للبطاله اللي امام طون هنا يولي يعمل خدمه معناها يقوم بوظيفه يزيد اضافه الاداره يضيف شغور معناها اي حاجه. طيب. وفي نفس الوقت يخدش مصروف معناها ينجم يتحرك بيه حتى في الكونكور حتى لكن لحد الآن ما فهمش معناها كل مشينا وعملنا وقفات ومشينا حتى لتونس ومشينا برشا معناها آخر وقفة وقفتنا اليوم معناها وإن شاء الله باش نواصلوا. أما ما فهمش علاش على خاطر ممكن الوضع زادة اللي تصير فيه البلاد خاطر يلزم ميزانية الكلنا أصحاب شهادة عليا صحيح عددنا مش كبير أما يتطلب مجهود يتطلب ميزانية خاصة اللي هي راهي ترصدت على فكرة ميزانية من الوقت اللي كان سينوف الجمالي وزير في التشغيل والتكوين المهني وما تنفذتش الحكومة اللي جت بعدها معناها الوزراء اللي جوا بعدها لحد الآن يماطلوا ما فهمش معناها حتى رد من حتى جهة من الجهات الثلاث معناها لا من الاتحاد ولا من الحكومة ولا من وزير التشغيل. طيب أكيد أنه ربما اللي يثير الغضب متاعكم وحسب فهمت منك أحليمة ومن مجموعة أصدقائك اللي كانوا موجودين معنا قبل سويعات هو الاتجاه اللي انتهجته الحكومة
الحكومة في إطار تسوية وتطبيق الاتفاقية الخاصة بالآلية 20، واللي اعتبرتوهم قاعدين ياخذوا لكم في البلايس اللي من مفترض كانت مخصصة لكم أنتم. هذا ربما حسب ما فهمت ربما الموضوع المفصلي اللي خلاكم تتحركوا وتنفذوا الوقفة الاحتجاجية لليوم. احنا ديجا من الأول معناها من بريسك تويكة 3 ولا 4 شهور التالي كنا خايفين من على خاطر بدت تهبط حلول جديدة، برامج فرصتي، برشا برامج كل مرة يهبطوا برنامج جديد. أما نشوفوا في الآلية 16 باقين نفس هي آلية مش كما مش نفس الآلية نتاعنا، نفس معناها كل جزء تحنين. الفرق ما بيننا وبينهم إن هم فيهم أصحاب شهائد وفيهم أصحاب معناها مستوى مهني وإلا يعطيك صحة دي فورماسيون معناها كلهم عاملين. أما بقوا يخدموا، بقوا مباشرين معناها ديما ما يخرجوش 5 سنين كل عام يجددوا لهم الكونترا ويبقوا يخدموا. كل حبينا نمشوا نفس التمشي فهمتي، واللي خفنا منه برسمي صار. اليوم مثلا وزاره التربيه اول وزاره اللي بدت وزاره التربيه وزاره العدل اليوم قاعدين يبعثوا في الاليه 16 قاعدين الدفعه الاولى قاعدين يقسموا فيها على مدارس اللي هي تربصوا فيها مجموعه من الزملاء نتاعنا واللي عندهم الحق اليوم باش يطالبوا خاطر هم ديجا متربصين عامين، والاخرين ما عندهم حتى فكره على برنامج المدرسه معناها والعمل الاداري في المدرسه. يعني عندهم الحق باش يطالبوا هم الاولين باش بالتربص وبالاندماج في المؤسسات هذه. وهذاك علاش احنا اللي كنا خفنا من اللي تصورناه معناها كتنسيقيات واللي خممنا فيه والكل وحكينا فيه حتى مع سيد معتمد الاول. تفضل. وحكينا مع المعتمد الاول والكل يقول لك لا راه مازال جوست شوي وقت وجوست يتحلت وكذا، الا ان الحكومه قاعده تمشي في تمشي معناها ان باش الشغورات نتاعنا احنا باش تعبى بالاليه 16 يعني هذا مثبت على رفض قطع الارض. موجود طبعا عقود قاعده تتصحح يوميا في المؤسسات في جابس مازلنا على خاطر ممكن اكبر عدد في جابس حاليا مازلنا بالنسبه للجابس مازال ما عندنا حتى عقد في حتى مدرسه على خاطر فما ديجا هبطت بيان هبطوا الاتحاد العام التونسي للشغل مصحين عليه اللي كون المديرين نتاع المعاهد والمدارس رافضين فما خاطر من الاليه 16 يخدموا في المعاهد الثانويه ويحبوا يبدلوهم للمدارس هم مش حابين على خاطر باش يولي عندهم شغور رافضين معناها جاي في مذكره عدد 77 88 هبطت من با حكايه جماعتي التالي نصور هيك ما نفكرش الدات بالضبط حصيلوا رافضين ونتمنى احنا الرفض بتاعهم يعاوننا يصب في مصلحتكم بالطبيعه يصب في مصلحتنا يعاوننا على خاطر يولي يخلوهم هم في بلايصهم باش يولي الامل موجود باش يتحل ملفنا وتسوى وضعيات زملائي والزملاء الكل معنا اللي خدموا في الخدمه المدنيه التطوعيه ان شاء الله. على كل بالنسبه لكم حريمه في اعتقادي تشوفوا في الابواب مغلقه الى حد الساعه وما فما حتى ربما بصيص من الامل في الانفراج خاصه امام لا مبالاه لا السلطات الجهويه ولا ايضا السلطات الوطنيه وايضا على مستوى العمل النقابي. نتحدثوا على اتحاد الشغل اللي كان شريك في الاتفاقيه هذه ولكن ايضا لم يرد هو الاخر على مطالبكم ولم يرد ايضا على تساؤلاتكم. بالنسبة لاتحاد الشغل عندنا اتحاد محلي في مارث نشكرهم شكر جزيل ولخاطر عاونونا برشا ويسمعونا وديما معانا في احتجاجاتنا في وقفاتنا في ديما معانا من حتى كمشينا لتونس مشو معانا. اما شنو ما نحكيش ربما على الدعم المعنوي والدعم اللوجستي، نحكي على تحركات ومطالبه كاستراتيجيه هي كاستراتيجيه في التعامل مع الملف في الاليات. الحكومه غلطت معناها يعني الاستراتيجيه اللي اتخذتها غلطه ماشيين ياخذوا في الاليه 16 اللي هم عددهم كبير يعني نجم ياخذ لي بوست الكل فهمتي. وعندنا عددنا تو كي تجي تشوفي مثلا في التربيه جوست التربيه هم باش يدخلوا 3500 بينما اللي متربصين في الخدمه المدنيه التطوعيه 460 على مستوى وطني معناها بريسك ثلث حصة جابس حاليا في الدفعة الأولى فما ظهر لي 12 في مارث برك هذا اللي علمي معناها في جابس ما نعرفش أما في مارث متأكدة فما 12 حاليا هذه الدفعة الأولى وما زالوا دفعات أخرين الآلية 16 فما 5 دفعات هذاك علاش احنا خايفين. احنا مناش ضد ربي يعاونهم وربي أكيد. معاهم أكيد. اما جيست نحبوا نفس يمشي نفس التمشي معنا خاصه لانه فما اتفاقيه تشملكم الثلاثه يعطيك الصحه هذاك طيب. هو معنا كيما خذوا من الاليه 16 الاليه 20 نفس الخدمه المدنيه خاطر فما شكون زملائي صدقيني عمره 42 عام ما عادش ينجم خدمه شنو باش مازال باش يقدم. خلينا نستسمحك حليمه ونشوفوا باش نعملوا اطلاله على جمله من الحالات والاكيد هذوما عينات تم انتقائهم بالتنسيق معاكم
معكم والمجال مفتوح لكل أصدقاء اللي يسمعوا فينا ويعنيهم الموضوع أنهم يتواصلوا معنا على 75-278-800 وحضر معنا في المباشر إيمان عبد بإحدى المنتفعات بهذه الآلية واللي تعاني نفس المشكل ولكن باش نخوضوا معها في تفاصيل تجربتها. إيمان مرحبا. مرحبا بك أخت ريم لتصحيح إيمان عبد الملك. عبد الملك مرحبا بك لله. وبيتي عايشك ورحب بزميلتي حليمة ومشكورة على الاستضافة بتاعكم هذه على الوزيث. وكما تعرفوا مش أول مرة على الوزيث أفقان صح معناه أني لفش خدمة دي التطوعية اللي ولا اللي كان مش معروف ولا الحمد لله يا ربي معروف في جابس وقاعد يترقوا له عديد الجهات. كما تعرفوا ملفنا نجم يكون واضح. إيمان لو تسمح قبل ما نخوضوا في خصوصية الملف متاعك خلينا نتحدثوا على خصوصية الحالة متاعك أنت كيفاش ربما تم شنو قريت شنو كيفاش تم انتدابك شنو اشتغلت ووقتاش اشتغلت هذه التفاصيل ربما تعني السادة المستمعين حتى نوصلوا لهم ربما من المصاعب لأنه كما كانت تتحدث صديقتنا حليمة فما ناس وصلت للأربعين واشتغلت مؤخر وبعد ما ربما أخذت بدواليب الخدمة متاعها تجد روحها معطلة على العمل وما عادش عندها الإمكانية إنه باش تجرب خدمة أخرى. صحيح صحيح أخت ريم كما قاعدة تحكي إيمان عبد الملك عاملة بوزار المعهد العالي للفنون والانحراف بجابس متخرجة من 2007 بقيت أنشمة إلى الثورة كما تعرفوا وين بدت الآليات أكثر تبرز معناها عن تقدير برود أمبلواء. عملت عقد تربص في المدرسة الابتدائية علي بالقاسم بشنيني في المدرسة موجودين أنا وزميلتي روضة خليفة معناها عاملين خدمة تطوعية. قمت بالتربص من ماي 2011-2012 2012-2013-2014 معناها عامين متتاليين قمنا به تربص هذا في المدرسة الابتدائية. هذه بالنسبة لشنو عملت معناها أنا شخصية. بقينا برشا في البطالة أنا متخرجة من 2007 معناها دخلت الميدان الشغل 2012 من 2000 وعملت 2012 لسه 2014 من 2014 توا 2016 ما عندي حد شيء ما نعمل حد شيء معناها براتك واحد 34 عام شنو مازال باش يقدم شنو مازال باش يعطي كما أنا كما زميلاتي كما بعض زملاء لخدمة نقول لك معناها العقد اللي قمنا به في الخدمة دي طوعية نجم نقولوا رجعنا الأمل لحنا رجعنا الأمل في معناها طمعنا هيك أنك كشباب معطل على العمل أنك تفتح لنا أبواب الخدمة كما أي عبد قري وصل وتعب أنفان باش يخدم احنا مراعنا اللي عملنا عامين متتاليين واللي شجعنا أكثر واللي خلينا نطمحوا أكثر اللي صار فينا اتفاقية 7 جانفي هذه اللي صحت ما بين الاتحاد والحكومة. هذه ترى رجعت لنا اعتبارات كبيرة أي خلتنا معناها عايشين على أمل. مراعنا اللي ملفنا ينسى شنو تنسى اختيري تنسى الجرأة ومبادرة من بعض المسؤولين لأكثر لأقل. أنا شخصيا معناها حكيت معناها مش مرة ومش اثنين ومش ثلاثة مع السي حفيظة حفيظ على الاتحاد العام التونسي للشغل اللي هو طرف معناها مصحح في الطرف في الاتفاقية مع رئاسة الحكومة أنا يقول لي لفكم واضح تنقص معناها شوية نقول احنا بلغتنا الدزائل تطرح في الـ في الـ في 4+4 آخر مرة معناها وتتحط على الطاولة وضبطها زي في معناها في قرارات وفي معناها رسمية أما في الأخر ما نلقوش حتى استجابة. ملفنا وين أنقول ملفنا وين هاوينا موجود استنوا أصبروا وضع البلاد احنا عرفتك اللي نتحركوا أخت ريم سلو المارش نتاع البلاد نكونوا نتحركوا تصير حاجة في البلاد حشومة باش نحركوا احنا على حاجة وبلادنا معناها تصير فيها برشا ضربات في الإرهاب برشا حاجات نوقف على تحركاتنا اللي احنا في التحركات هذيك كيف نوقفوا نلقوا ورانا قاعدة خدمة أخرى تخدم آخر خدمة هذه اللي صار أنا نسمعوا باللي دفع من دفعات الآلية 16 كيف ما كيفهم حتى هم ناس خرجت ووصلت وبطالة من حقها حتى هي باش دافع على خدمتها أما حتى احنا بلايصنا اللي هي شغورات معناها شغورات حاليا المدارس الابتدائية نجم نحكي عليها أنا شخصيا أقر الوزارات الأخرى كما في الداخلية كما وزارة الثقافة كما وزارة برشا وزارات معناها وزارة الشؤون الاجتماعية
كلها معناها وزارات الكل صار فيها عقود خدمة تطوعية. المدارس الابتدائية مثلا في شغور تام، في شغور تام معناها بلايصنا في شغور تام مش يحب يعوضوها تويك، يعوضوها بعض معناها دفعة من الآلية 16. طيب هذا هو اللي خلانا نتحركوا آخر مرة أكثرين، خلانا معناها ملفنا ما نقدرناش نسقطوا عليه على خاطر مش كأي ملف كيما الآلية 16 كيما الآلية 20. كنا خدمنا عقود عقود تربص تحت الآليات العشة، أي الحكومة معناها اطمننا أنها ماش بتخدم بالآليات هذه وصحيح باش توقف معاها معناها والتشغيل الهش، أما نلقوا في الطرف الآخر هذاك كلام، أما الفعل نلقوا قاعدين تخرج كونترا، قاعدين يخرجوا في عقود جديدة جمعيات خاصة ولا جمعيات عامة. علاش هذايا؟ طيب تساؤل كبير. هذايا هو معناها الإشكال اللي طاحت فيه الخدمة المدنية التطوعية. طيب إيمان هو أختري نعم. إيمان أبقى معانا في المباشر ما تعلقش تو نرجع لك إن شاء الله وناخذوا معاكم مجموعة المطالب الأكيد اللي حاطينها على لائحة العمل متاعكم، ولكن حاضر معانا في المباشر رشيد ناخذوه. مرحبا بك يا رشيد. مرحبا بك خويا، أنت منتفاعل من يعني نفسنا فيكم تحكوا على الشهاد العليا وكذا ومن ومن. يعني واحد من المضحي بطلت من القراية باش نعدي أختي أي باش تقرا على روحها وتخدم وكذا، ولكن التوى بطالة هي واني شنو مصيري كيني مضحي على خاطر أختي، خاطر العائلة ما تنجم تنفع كان واحد بركة واحد يخدم يضحي عليه، شنو مصيرنا عنيها اللي مضحيين باسم أخواتنا وأخوتنا وكذا؟ أعطونا السؤال هذا كيزي. شكرا لك، بارك الله فيك سرشيد. هذه أكيد موضوع آخر ونتمنى أنه الاتصالات تكون في صلب الموضوع حتى ما يصيرش تعميم المسألة، ولكن هذا رهان آخر. أنا أعطي كلمة تفضل سيدي. خاطر ما نجموش ما يعملوا حد شيء يقولوا يسلموها وكذا كذا، كما يخدموا مرمجية باش يبني لها دار ولده ودار كذا ودار كذا، يعطونا حقنا حتى يعني يظلنا ديما نقعد مرمجية ديما نقعد طايحين. سي رشيد احنا في نهاية الأمر المجتمع يحب اللي يخدم في المرمى، والمجتمع يحب اللي يخدم تكنيسيان واللي يخدم انجنيور، احنا حاجتنا بالناس الكل وهي كلها في نهاية الأمر قوى عاملة في حاجتنا فيها في تونس، ولكن المطالبة اليوم من فضلك نسمعوا بعضنا. سي رشيد عايش خويا يبارك فيك يا سي رشيد، ماهوش موضوع الحصة متاعنا ان شاء الله. هذايا الموضوع خويا على الآلية الخدمة التطوعية المدنية، هذوما ناس اشتغلوا بعقود عمل مع الدولة التونسية واليوم يجدوا أنفسهم أمام مشكل كبير هو عدم الانتداب، برغم أنه فما اتفاقية تربطهم مع الدولة التونسية. يعيش خويا تفضل. وصل صوت العكاريت، وصلوا له صوت، عنده شهاد بطالة، عنده كذا، مرحبا بالعكاريت ومرحبا بكل قرى ومدن أجابس. أكيد صوتك وصل. رشيد بالأخضر يكلم فيك. مرحبا بك يا سي رشيد. هذايا أكيد صوتك وصل، ولكن نتمنى أنه المداخلات تكون في إطار الحصة حتى نعطوا لكل موضوع حقه. أنت تحدثت على مشكل اجتماعي كبير ومهم ونعرفه في عائلاتنا التونسية وخاصة في الجنوب، أنه عائلة كاملة تضحي على خاطر شخص باش يقرأ ويدرس ويتعلم وينقذ العائلة هذيك، ولكن في نهاية الأمر ربما يصبح هو العالة على عائلته لأنه هما يخدموا ويلقوا خدمه وهو مسكين يبقى على غالب. هذاك هو برنامج هذايا بالنسبه لتشغيل فرد من العائله معوزه، فمعناه برنامج تطرح ولكن لحد الان ما تطبقش كما كل البرامج. نرجعوا لإيمان لو تسمح ألفة. إيمان مرحبا بك، اكيد شخصت انت الوضعيه نتاعكم ويعني فسرت لنا الاسباب اللي خلت لكم اليوم تقوموا بهالوقفه الاحتجاجيه امام مقر الولايه. اكيد نتحدثوا على المطالب اللي وضعتوها كمجموعه من التنسيقيات المحليه، وايضا نتحدثوا على مستوى جهوي. ما احنا مستوى جهوي ووطني طبعا الولايات الكل قاعده تتحرك على الملف هذايا والموضوع هذايا، زملائنا في برشا ولايات عملنا خريطه الطريق هي واضحه راهي. شنو هي معالمها هالخريطه الطريق؟ معالمها اول حاجه
تجديد العقود. هذا مطلبنا الاول جدد العقود يعني ياتي من خلف ذلك. معناها جددنا توبيكا باش ما تبقاش بنيتنا شاغره باش ما يبدوش يدخلوا في الدفعات من اليات اخرى بتعله الشغور. هذا لازم يكون مطلب واضح. معناها وما في حد شنو جدد العقود بعد ثاني نمشي بمراحل في نفس المراحل نعمل تجديد العقود يبدو بعد ذلك أقبلني على دفوعات أعمل أنت معناها كلك كاتيجوري دي يحبوا عليها وهم هذا يطرحناه مع الاتحاد والحمارات كلها موافقين عليه معناها موافقين عليه معناها حاجة واضحة جدد العقود كأمور مبدئية أعمل يعملوا معناها برنامج واضح اجد العقود اللي خدموا من عام كذا إلى كذا انتهاء فترة التربص كذا إلى آخره تدينا عقودنا بعد تالي نستني حتى نعملوا عن طريق مراحل الدفعة الأولى كيما مثال صار مع آلية 16 وآلية 20 وعلى فكرة أخت ريم حين ما حاولنا هذه وآلية نطرحها في طرحتها برشا مرات تسوى مع معتمة شؤون الاجتماعية محمد علي في ولاية جابس تسوى مع معتمة جابس الغربية اللي هو معنا بتاع شنيني في شنيني مع في الاتحاد العام التونسي للشغل اللي احنا نحب منحبوش نسقطه كيما سبت زملاء للآلية 20 آلية 20 أخت ريم في جابس من اللي كان معناها عدد جاي معناها عاملين خدمة في الآلية 20 بعد تالي لعبوا لهم على تلك الضوء اللي هي مباشرين وغير مباشرين في جابس ولوا عندنا خمسة فقط معناها يخدموا تحت الآلية 20 علاش؟ على خاطر معناها مباشرين وغير مباشرين هم ما نحبوش نضيفوا معناها في البيج هذايا ماذا بينا يروا ملفنا حطوه بعين الاتفاق ليش شنو ما تذكرش الملف ما تذكر لا تحل معناها على قاعدة ولا تذكر على قاعدة كيما نعاودها ونزيد نقولها راه تنقص الجرأة ملفنا تنقص شوية جرأة من المسؤولين بالنسبة احنا كمتربصين رانا عملنا اللي علينا وأكثر معناها وصلت لنا رانا حالات في الإحباط وسلمنا أما بارك الله فيك بارك الله فيك يا إيمان. إذن إيمان عبد الملك شكرا لك على الشهادة اللي قدمتها لنا. نرجع معاك حليمة أكيد مجموعة من النقاط المهمة اللي كنا نسمع فيها معايير يمكن أن تطرح أيضا إمكانية أنه يتم إعادتكم إلى البلايس اللي كنتوا تشتغلوا فيها ومل هذا الشغور وربما أنتم ضحيتوا وحتى الانتداب يا سيدي يعملوهن على مراحل وفقا لمعايير انتو زاد اقترحتوها. ما هو على خاطر احنا وقت اللي نجو نمشو نحكو مثلا كنت تقابلوا خاصة تفضل كي نمشو معناها باش نتقابلوا احنا والاتحاد الجهوي بتاع جابس والا السيد المعتمد الاول للشؤون الاجتماعيه نطرحوا عليه الملف يقولوا لنا راهو اذا كان انتم شنو مطلبكم الاساسي نقولوا له احنا ما حاجتنا بشيء ما نحبوش يقول راه ميزانيه راه الدوله راه مشاكل راه نقول لهم مثال احنا ما حاجتنا بحتى شيء اعطونا جددونا العقود يعني نرجعوا لنفس الوضعيه اللي كنتوا فيها قبل ما تفرقوا مثالش على خاطر هم ديجا يعملوا نفس التمشي نتاع الآلية 16 رج معناها بالعقود كل عام ومن بعد خذوهم الكاتيجوري بار عمر والمستوى معناها المستوى الدراسي فهمتي كل معناها خذوهم الكبار في العمر هم اللي عملوهم الكاتيجوري الاولى وبعد الثانيه حتى احنا حاجتنا هكاك باش ما يتظلم حد اما باش تجي تسكر لي ملف كومبليتمون تويك اليوم كي تقابلنا مع السيد المعتمد حبينا نقابل السيد الوالي لكن لا مجال كما كل مرة معناها قلنا راهو بالنسبة للآلية 20 جست باش نعرج على كلام أختي إيمان اللي كانت تحكي تويكا قالت مباشرين وغير مباشرين فعلا صارت نفس المعنى اللي كنا متوقعينه صار خذوا جست الخمسة المباشرين احنا قلنا له راه بالنسبه للمباشر ما فمش مباشرين على خاطر من اخر دفعه معناها ديجا خدمنا كان احنا معناها ما فمش برنامج الخدمه المدنيه الطوعيه هذا عملوه عامين برك وتقص يعني قديش دفعه معناها دفعه واحده يعطيك الصح ما نتصور بالنسبه لجابس فما حكيت 300 وحاجه وهذايا تم التنسيق فيه مع باقي التنسيقيات الجهويه في ولايه ماناش برشا احنا في ولايه جابس المهديه قروان منستير فما شوي في تونس يعني متفقين من حيث المبدا لا متفقين الكل ان شاء الله حتى زملائنا في المستير غدوا عندهم وقفه وعندهم لقاء مع الوالي ان شاء الله
اما نحكي لك معناها ما تحس عندنا اتصالات لو ناخذوها تسمح معنا حليمه. ايمان مرحبا بك في المباشر على موجات راديو عزيز اف ام. مرحبا بك. تدخل يا لله، ولكن انا باش ندلل عليك وترفع عندنا من صوتك شويه لانه الصوت مش واضح والفكره هكاك ما توصلش. بارك الله فيك. باش نقول هو كل مواطن عنده الحق في التشغيل، معناتها من حقهم اليوم يطالبوا. خلينا نتعرفوا عليك عاد ايمان قبل وقبل ما نحكوا في الحقوق. انت ايمان منتفعه بالآلية الخدمه المدنيه التطوعيه؟ لا انا حق لا ما نعرف شكون. طيب تفضلي. عندي شكون منتفع. اما بس الحقيقه اني نشوف ان فما هي الدوله من حق معناتها من واجبها اللي هي توفر لهم عمل نتاعهم الكل. اما زاد تصوري انت الشعب التونسي كل يحب يخدم موظف. معناتها زاد الدوله ما باش تخلصنا ممكن. بالحق راهو كنت جيت خميمه حتى احنا ولا علاش ما نخمموش نورمالمون مثلا يطالبوا اللي هم يعطوهم مثلا قروض يحلوا مشاريع يشوفوا هم حلول اخرى. لازم توظيف معناتها هم في حد روحهم لازم يشوفوا حل اخر. التوظيف معناتها تصور انت الشعب الكل مش تتفلت هكاك الدوله. هذايا رايي يعني ما تنجمش نتدخل. بارك الله فيك يا للا وفكرتك وصلت، ولكن فقط نذكرك اللي الدولة التونسية تم أو قامت بانتداب هؤلاء الشباب في أطر هشة جدا، وهذه خيارات الدولة والدولة تضمن حق الاستمرارية، وبالتالي من الضروري عليها أنه تتحمل مسؤولية خيارات هذوما الشباب شغلتهم. دونك مواطن الشغل موجودة والشغور موجود، ولكن اليوم تتخلى عليهم بدافع انه ماهيش قادره على تسديد ربما الجانب المادي. رغم كل هذا هما قالوا لها غير رجعينا نخدموا وسنكتفي بما كان لنا قبل توقف او قبل توقيف العقود متاعنا. ظهر لي وانت اشرت في حديثك منذ البدايه الى انه التشغيل حق كل تونسي، وبالتالي المنطق متاع المزايده هذايا انا احق او هو احق في نهايه الامر نطالب الروحي، وايضا من حق غيري انه باش يطالب. على كل مرحبا بالناس الكل، وهذه نقاط في اعتقادي مفصليه في حديثنا حتى تكون نكونوا على بينه. ايمان تحدثنا على مجموعة من النقاط وكنت توقفت عند مسألة التنسيق ما بين مختلف الولايات اللي انتفعت بهذه الآلية. يعني ربما مثال غدوة في المستير فما إمكانية أنهم يقابلوا سيد الوالي، وربما فما إمكانية أيضا للانفراج على الأقل على مستوى جزئي. فما إمكانية متاع حلول جهوية دون ربما الرجوع إلى مستوى طني. مثال لو غدوة يتم التنسيق مع الوالي ويوجد شكل العمل، هل باش يتم تعميمه ربما وطالبوا به، وإلا تعتقدوا اللي كل منطقة عندها خصوصيتها في التعامل؟ لا بالنسبة لمش حكاية خصوصيات، بالنسبة لهم هم فما فرق في حاجة واحدة. تفضل. إن هم بصراحة نقولها أي بتبيع في المستير في أي وقت يدخلوا للوالي يحكوا معاه مثلا بأي جديد يعلموه، معناها باش يعملوا بيان أي حاجة يوصل لهم. معناها تحس علاقة بينهم بين الوالية في أي وقت ينجم، معناها فما تنسيق وفما متابعة. حتى كان ما هوش قادر باش يجد لهم حلول فما على الأقل معافضة. يعطيك صح. فما جلسات. احنا مثلا في قبس ناقصين، فهمتي أمنيتي مرة واحدة اليوم. مرة واحدة طلبتوا مقابلة الوالي بما تافي على الاقل كم ما جيناش 7 ولا 8 مرات. كل مره نعمل كلها مطالب شفويه ولا فما مطالب كتاب؟ لا ديما نجيبوا بيانات. لا فما مطلب كتابي تقدم بتحديد موعد طبعا عن طريق سيد معتمد. اي ويقول لك بري امشي لمكتب الضبط. نجي لمكتب الضبط يقول لك مش لهي عندها جلسات. وصلنا جينا في النهار اللي قبل فيه المواطنين وما حبش قبل. على كل ناخذ جميلة الناس في حاضرة معنا في المباشر، هي أيضا وضعية أخرى نخوض معها في تفاصيل تجربتها في إطار خدمة المدنية التطوعية. وجميلة متزوجة وعندها صغيرات إن شاء الله ربي فضلهم لها، وأكثر واحدة على فكرة تجري عن ملف والله يرحم والديها إن شاء الله معنا. ما إن شاء الله تمنينا إنها تكون حاضرة معنا، ولكن التزامات عائلية فضلت إنها ترجع للعائلة. جميلة مرحبا بك.
سلو عايشك اختي، يعيشك وانت اكثر وعايشك. يعيشك جميلة. خلينا نرجع بالتوالي، نرجع مش بالتوالي لا، ولكن نرجع الى الوراء ونتعرف على شكل الانتداب متاعك، شنية الشهادة متاعك، وكيفاش ربما تم اقناعك انك تشتغل في اطار هالوضعية الهشة هذه. انا متزوجة وعندي 12 عام شوماج من 2004 من مواليد 76 قرب نوصل 40 عام. مازلت شباب يا جميلة ما شاء الله عليك. كبرت يا صحيح العمر يجري. لا لا مازلت والله أثناء على فكرة قرب نتقاعد وإحنا مازلنا نحوم عن شغل. عن شغل قرب نتقاعد. والله هذه رسالة ماذا بينا توصل للحكومة إن شاء الله. أي متحصل على الأستاذي عديت في الدي كونكور وطون دي فوا معناها وكل عادة ما نجحناش نعدوا. أستاذية فاش يا جميلة؟ نعم أستاذية فاش؟ أستاذية في المحاسبة. في المحاسبة طيب. 12 عام شوماج أخذنا عام فرصة أمل هنا معنا 200 دينار تبع مكتب التشغيل. ومن بعد جيت بعد 200 دينار هذا مثلا مكتب التشغيل قالوا لنا نخرطوا في جمعية. احنا فرحنا معناها قلنا على الأقل باب الانتدابات باش يتحل لنا معناها فرصتنا. دخلنا في العمل المدني التطوعي بالزهر جبت الخدمة نتاعي في المدرسة، المدرسة الابتدائية طاحسين الزراق. أيه. خدمت عامي العام الاول نخلصوا 200 دينار وكنا زلنا نخدموا في العام الثاني جيت 6 شهور نخدموا في العام الثاني وجت اتفاقيه تقول راهو باش تسوى وضعيه الخدمه المدنيه التطوعي. الاتفاقيه هذه نسموها اتفاقيه 7 جان في 2014 معناها جيت احنا خدمنا الديزيام كونترا نتاعنا وقالوا لنا راهو تم اتفاقيه نتاع 7 جان في 2014 معناها انت ديجا مباشره العمل نتاعك وقت اللي تم مازلنا مباشرين وقت اللي جت الاتفاقيه هذه ديجا في 7 جان في 2014 قالوا باش يتم تسويه الملف الاليه 16 والاليه 20 والخدمه المدنيه التطوعيه فهمتيني واحنا وقتها مازلنا مباشرين فهمتيني مازلنا مباشرين مازلنا ما خرجناش معناها في 2014 وحنا الكونترا نتاعنا وفي معناها شام تاع 2014 احنا الاتفاقيه هذيك معناها حلت لنا امل كبيره قلنا صحيح معناها واش قالوا ها نعطيهولك تتواصل اللجنه المشتركه متابعه التسويه والادماج المعني وتنطلق اللجنه الوطنيه المشتركه مباشره على العمل على تسويه المعنيين بالاليه 20 وبرنامج الخدمه المدنيه التطوعيه معناها الاتفاقيه هذه نتاع 7 جان في 2014 احنا ما زلنا في المدارس وما زلنا في المؤسسات الحكوميه. ثم نقطه اخرى توا مدتني بها زميلتنا وصديقتنا حليمه انه الاتفاقيه هذه تدخل حيز التنفيذ انطلاقا من يوم التوقيع ما بين الطرفين عليه يعني نورمالمون راهي دخلت من نهار 14 جون في من المفروض رانا عندي 7 جون في 2014 صحيت علاش احنا معناها مازلنا مبشرين وقتها من المفروض احنا عامين رانا نخلصوا ماناش عامين رانا نناضلوا على الانتدابات ونجروا باش تتسوى لنا وضعيتنا من المفروض رانا مباشرين ديريكت فهمتيني باهي طلبنا مشينا للولايه مشينا عملنا فاكسات مشينا للمعتمد احنا عملنا وقفه احتجاجيه طلبنا حتى بتجديد العقود مش باش ترسمونا يا ولادي خدمونا رانا راضين 200 دينار لثالث معناها تقول بين الحكومه معناها اصحاب شهايد باش نخلصك مش عارفه كادر نخلصك 700 احنا قلنا رضينا 200 خدمني يا سيدي يرحم والديك اليوم بركه جبدناها للمعتمد بتاع شؤون اجتماعي خدمونا حتى 200 رانا راضين نرجعوا نخدموا جدد لنا العقد في انتظار التسويه رانا يا حكومه ماناش طالبين بكم حل نعجزوكم قلنا لكم اعطونا حتى 200 وجددونا العقد في انتظار التسوية يعني كما المفاوضات. وحاجة أخرى جدا نحب نقولها لك اللي هو معناها مشو كملوا الآلية 16 فرد المرة باش تلفتونا لنا احنا سبحان الله راح نيش طالبين منهم يعطونا معناها نفس معناها يتفاوضوا بنفس الطريقة مش بالتوازي مش يكمل الآلية 16 وبعد تلفت لنا لنا احنا الخدمة المدنية التطوعية معناها يحطونا حتى ولهذاك هذا في الأمر مظلمة كبيرة تعرضنا لها احنا معناها في الخدمة المدنية التطوعية ككل عندنا جزء من الآلية 16 قاعدين يجيبوا فيها في بلايصنا احنا وباش نذكرك فما فصل مذكرة بعثها وزير التربية العدد نتاعها 7788 القاضي بإلحاق البعض من أعوان الآلية 16 بالمدارس الابتدائية وهذه اللي تحدثت عليها حليمة وقالت اللي بعض المديرين نتاع المؤسسات رفضوا تنفيذ هكا ولا؟
بالنسبه المهم بالنسبه لهذيك النقاب معناها امور اخرى معناها كما قمت مسكين بهم اما هدايا كي باش يجيب اليه 16 شنو يصلح لي تربصنا في المدارس راهو باش يبعث لنا حضورنا في التسويه معناها الا اتفاقيه 7 جون في 2014 المغر ما بين الحكومه والاتحاد العام التونسي للشغل واللي احنا قاعدين متمسكين بها ونستنوا باش يسووا لنا فيها وضعيتنا ما راهنا كان يحطوا فيها بالاليه 16 سبحان الله هي المدارس الابتدائيه قداش باش ترفه احنا كنا نطالبوا في حقنا يقول لك لا انتم خمسه ياسر على المدارس وكيف تجيب من الاليه 16 وتحطوا مش على حساب لا يصلح لي تربصنا وتعبنا احنا قلنا احنا بالنسبه احنا كي تربصنا رانا حذانا خبره في المدارس سواء في التنشيط سواء في الانشطه الثقافيه سواء في المباريات عندنا خبره اكتسبناها حتى المعادلات نحسبوا فيها انت سبحان الله كيف تجيب من الاليه 16 وما عندكش حتى مستوى حسب رايك انت تفيدك في المدرسه ما مش باش يفيد راه ونقعدوا نفس الطريقه فسخ وعاود من جديد في عود باش هذا هو هي ربما فلسفة كاملة مش كان في الإطار هذا حبينا كآليه يعطونا كيف كيف معناها كيما انت كدوسيه هذا خدمة كدوسيه بصفة عامة ملف التشغيل ما تكملش آليه 16 لانتوفى في عام 2018 ولا 2020 والبقية خدمة مدنية تطوعية أبقى استنى في دار خمس سنين نجيك التسوية لا نحبوا تعطونا نفس الحظوظ سيدي ماناش حاسبينهم احنا الآليه 16 خدمهم حتى هم بالعكس حتى هم من حق اما شكرا. ما تنساش اللي فما خدمه مدنيه تطوعيه قاعده تستنى في ديارها ماهيش قاعده تخلص قاعده كان تبقي لي حرب اعصاب حتى اعصابنا في حاله مرضمه منها في الهدي شكرا جميل وعلى نفسيه احنا بلينا امورنا نفسيه تهبط بصراحه امورنا نفسيه كبرنا في العمر وزاد يقول لك ابقى في دارك لين تجي رانا تعبنا من التسويف سوف وسوف وسوف الواحد نحبوا تتسوى لنا وضعيتنا واش بدينا نكمل اليه 16 ومن بعد انت يا خدمه مدنيه تطوعيه حتى نشوفك من بعد لا نحبوا التجسيد الفعلي معناها نحبوا يدمجونا في بالتوازي كيف كيما الاليه 16 كيما الخدمه المدنيه التطوعيه شكرا ليك بارك الله فيك اذا هذه كانت وضعيتك وحكينا عليها بكل تفاصيل الأكيد حليمه لو كان نلخص الحديث لانه الوقت ما عادش يسمح مجموعه من المطالب اساسها انه يتم ارجاعكم للبلايص نتاعكم ومن بعد توا نلقوا حلول في اطار الانتداب على مستوى وطني فما ربما خصوصيه في جابس انه السيد الوالي ما تمش ربما او ما برمش لقاء معاكم حتى الجانب معنوي لا اكثر لا اقل وفي نهايه الامر ماهوش باش يخدمكم ولا هو باش يصدر لا احنا جوست حاجتنا مطلبنا حاجه واحده متابعه المطلب بس كان ينجم يطلب من طرف من الاتحاد العام التونسي للشغل طرف من المندوبيه الجويه للتشغيل وطرف من التنسيقيه نتاع جابس مثلا يتفاوضوا شنو هي المشكله علاش جوست معنا يعطينا امل اللي يسمعنا ويوصل صوتنا للحكومه يقول راه فما مجموعه قاعده تتفاوض قاعده تجيني وتطلب شنو هذا شنو الملف المره اللي فاتت تصوري اخر ما صدر وقت اللي هبطت فما محضر جلسه هبط وقت الحوار الوطني للتشغيل جينا نسألو فما شكون ما بالضبط ما نجمش نعطيك شخص شكون اما كي سألناهم معنا في تونس قلنا لهم جوين نوصل للملف نتاعنا شنو صار في الجلسة اليوم قالوا جينا نسألو في السيد رئيس الحكومة قال لنا هذو مجموعة سي في بي احنا اس سي في معناها خدمة مدنية تطوعية مش شبال جماعة السي في بي ما خاطر حتى هو السي في بي معناها عامين متطولين وذاك هو فهمتي لكن احنا جست هي في المفردات الغلطة معناها لكن مش كيف كيف حبينا نعرفوا البرنامج متاعنا ونتمنى انهم يعطونا فرصة إن شاء الله. على الاقل ياخذوا ملفنا وإحنا اللقاء متاعنا هذية في إطار لأنكم مش أول مرة تكونوا حاضرين معانا ولكن إن شاء الله كل مرة وكل ما يصير فما تحرك من قبلكم وإلا يصير هكا تحريك للمياه الراكدة حتى من قبل الحكومة إلا وتكونوا حاضرين معانا في إطار المتابعة وفي إطار أيضا التعريف بهذه القضية لأنه في نهاية الأمر التشغيل ما ينجم يكون كان قضية خاصة بالنسبة للشباب أحليمة الخطوة القادمة على الأقل بالنسبة لكم في جيبس بالنسبة لنا إن شاء الله نستنوا زملائنا في المستير إن شاء الله نستنوا زملائنا في المستير غدوة نشوفوا شنو باش إن شاء الله يخرجوا بحل مع الوالي يعطونا إيش معناها حلول جديدة أمل جديد ونتمنوا أن ملفنا يتحط على طاولة المفاوضات إن شاء الله يهبط محضر جلسة أي حاجة معناها تفرحنا تعطينا أمل اللي فما إمكانية أن بتسوى وضعيتنا على القريب على الأقل زملائنا فدوا كنا تعبنا
بصراحة خدمنا، فما شكون في عائلته كان هو متخرج، فما كل واحد كيفاش وضعيته يحسوا بينا. علاش معناها عندنا اتفاقية كيما الألية 16 والألية 20 من حقنا أن ندفع عليها، وهم زادة من واجبهم أنهم يعطونا حقنا في التشغيل. أنا مطلبنا حد شيء، جست الإدماج عن طريق عقد ثالث إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. معناها يعني استراتيجية إن شاء الله ما بيناتهم هما ثلاثة، وزارة التشغيل، حكومة، السيد لتنا حفيظ حفيظ إن شاء الله اللي أملنا فيه كبير بصراحة. نبعثوا له في ديفاكس، ديما نحكم مع ديما متواصلين معنا معهم، يقولنا تحركوا تحركوا بصراحة. معنا تعبنا، تحسي اليوم مثلا جلسة نتاع اليوم مع المعتمد الأول شؤون اجتماعية ما فهم حتى أمل. صدقيني ما فما حتى امل. حكينا معاه شو يقول راهو الواقع ما فما حتى شيء، راهو ملفكم ما فمش عليه. هي اتفاقيه وقانونا اتفاقيه لازم تتطبق. علاش معناه شنو هي المماطله؟ علاش النمبر نتاعنا ماهوش برشا على مستوى وطني؟ رانا 5 ولايات مش برشا. علاش معناه حتى كي بشي تقسموهم كل كعبه في بلاصه رانا لاباس. وجيست هنا كما جاتش عنا اتفاقية كما قالت الأخت بكري الكلنا بالتشغيل، كما جاتش عنا اتفاقية ما نطلبوش الشغل هكا. أي واحد باش يسعى بطرق أخرى بالمناظرات بحاجة، لكن احنا أولى من غير لما أن تربصنا وتعبنا العامين هذوكم وتحملنا. إن شاء الله ربي سهل لنا وبارك الله فيكم على الاستضافة. مرحبا بك، كل الشكر ليك حليمة، وكل الشكر لكل الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا عبر الهاتف حتى يقدموا شهاداتهم، حصة خاصة بتقديم الشهادات وتقديم الوضعيات من باب التضامن ومن باب التعريف ودعم مثل هذه الحالات. الأكيد أنه إن شاء الله ونتمنى أنه يكونوا فما هالجلسة هذه اللي تتحدث عليها ما بين على الأقل على مستوى جهوي ما بين ممثل الحكومة وأيضا على مستوى الاتحاد الجهوي يكونوا حاضرين معنا في المباشر والإدارة الجهوية للتشغيل ومعاكم نخوضوا في خصوصية الملف هذا، ولعل نلقوا حلول لأنه في نهاية الأمر الحوار حلول موجودة شوية معناها، والحوار هو الأساس أنه نقبل ونتلاقوا ونقبل ونحكوا بغض النظر على الإمكانيات الموجودة اللي أنتم في حد ذاتكم مدركين أنها ضعيفة ومدركين أنه وضعية الدولة ما تسمحش بانتدابات جديدة، ولكن هي ترجعونا نخدموا بنفس الوضعية اللي كنا نشتغل عليها. على كل في إطار مش بعيد عليكم حليمة، حضر معنا سي ناصر غماقي رئيس جمعية كرامة للدفاع عن أصحاب الشهائد العليا بي جيبس اللي نظمت هي اليوم وقفة احتجاجية ومسيرة انطلقت من الاتحاد الجهوي لشغل بي جيبس وتوجهت إلى مركز الولاية. خلينا نشوف معاهم مطالبهم وردود الأفعال حولها. سي ناصر مرحبا بك. مرحبا بك أختي عايشة. شكرا في البداية لقبولك الدعوة. خلينا نتعرفوا على الجمعية بإيجاز لو تسمح، لأن الوقت يدهمنا عفوا، ونتعرفوا على خصوصية التحرك اليوم. بالنسبة لجمعية الكرامة الدفاع عن أصحاب الشهادة العليا، هي جمعية مؤسسة منذ 2011 بداية الثورة تقريبا، من أول الجمعيات التي تحصلت على التأشيرة القانونية، وتشتغل في إطار الدفاع عن أصحاب الشهادة العليا المعطين العمل، التعريف بمشاغلهم، تبديل بعض الصعوبات، التعريف كذلك بمواقفهم، الدفاع عن حقوقهم في التشغيل، مشاركة الدولة في بعض الاقتراحات. على كل بالنسبة للتحرك اليوم، خلينا نبدو من الأخر أختي، وأن اللي صار اليوم هو اللي صار اليوم بصراحة هو ينداله الجبين. اللي صار اليوم هو فضيحة ووصمة عار بالنسبة للسلطة الجهوية على رأس السيد الوالي. خلينا نتكلم بصراحة ونسموا الأسماء بمسمياتها اليوم. هذه مسيرة أو هي وقفة طبعا مكفول بالنسبة للولاية إن طبعاً أرادت ذلك. طبعا 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 ماذا بينا نسمع الرد نتاع الولاية. احنا إذا نسموا الأسماء نسموا الأسماء بمسمياتها أختي. انطلقنا في شكل مسيرة أو وقفة احتجاجية سلمية ممثلة من كامل معتمديات الولاية اليوم. هو المطالبة بثلاثة مطالب تقريبا أساسية، هو تفعيل أولا تفعيل الوعود التي وعد بها الوالي، قال أن في 31 مارس المركب الخيمائي سيعلن عن فتح مناظرة في 541 تعويض المتقاعدين. المطلب الثاني هو تفعيل المناظرة 21 إطار من 2011، وحنا نجروا عليها معناها كل والي شيء يغير كل والي شيء يغير كذا. في الأخير تمت المناظرة في مرحلتها الأولى ولم يقع الإعلان عن نتائجها، لأن ثم شكوك تحوم حول حتى كيفية فرز هذه الملفات الأولى. حبينا إجابة كذلك من السلطة الجهوية باعتبارها طرف غير مباشر أو مباشر معناها في هذا. هناك مشاريع أخرى معطلة أختي، كذلك المطار، المحطة الاستشفائية بالحامة، كل هذه
تساعد السلطة الجهوية أن تخلق مواطن شغل. احنا في جابس أختي كلمة اللي يقول كالجمال التي تموت عطشا وعلى ظهورها تحمل مناقيرا من الماء. احنا في جابس منطقة صناعية كبرى معناها مركب كيميائي معناها يدر على البلاد الخيرات كلها. وفي في وناس في الأربعين وفي الخمسة وأربعين وفي الخمسين هايمة على وجوهها. راهو محاربة، محاربة أختي محاربة العنف ومحاربة الإرهاب ومحاربة كذا. سمحيني أختي بربي لحظة، هو تأتي بتوفير كرامة الإنسان، لكن ردة الفعل السلطة مباشرة. شكرا لك. ردة الفعل السلطة أختي اليوم هو أن الوالي لم يكن منصتا اليوم لمطالبنا، بل أنه تغاضى الطرف، هذا الطرف ولم يكن عابا بنا، ورفض مقابلتنا، رفض مقابلتنا رغم وقفتنا السلمية ورغم شعاراتنا المتحضرة اللي بعض الصحفيين حضروا وصوروا. نتوجه بتحية شكر بصراحة لعوان الأمل اللي تصرفوا بحكمة معنا وبصدر رحب وفهموا وضعيتنا، هذه كلمة حق تقال. لكن في الآخر قال ما نجمش نقابلهم لأني عندي برشا ملفات. هل أن يا أختي ملفات التشغيل والتنمية والبطالة والجوع والتشرد والضياع هي أقل مرتبة من الكوتيديان اللي حكى عليه السيد الوالي هذا؟ أريد جواب. هل أن ضياع الإنسان، هل أن الحرمان، هل أن الموت، هل أن الموت جوع الآن في العصر هذا بعد الثورة هي أقل ملفات بالنسبة للسيد الوالي؟ في الأخر مع نص نهار ونص بعثنا معه نمنا قال نجم نقابلكم الخمسة ونص. رفضنا رفضا قطعيا مقابلته الساعة الخامسة ونصف. ثم سنصدر بيان إن شاء الله غدا نندد ونستنكر بهذا. شكرا لك هذه الغريبة والعجيبة. نعم شكرا لك، ونستسمحك لأنه مضطرين أنه نتوقفوا عند هذا الحد. شكرا على كل، وحاولنا نخوض في كل التفاصيل، تعرفنا على خصوصية التحرك وعلى ما آل عليه، وهكا نوصل للختام من فاركو رومانا بالنسبة لليوم. سبور الموسيقى الأخبار وزفن ثم معك التصوير.